لكن سيدة فاطمة النبوية جت مصر في آخر أيامها وقعدت في مصر، ما نقدرش نعرف عدد السنين اللي قعدتهم قد إيه، لكن حاكم مصر احتفل بيها جدا واهتم بيها جدا. ليه؟ لأن الشعب المصري كله لما يعرف إن في حد من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام يجي على أعتابه ويقعد، وانتوا طبعا عارفين القصص الشهيرة للسيدة زينب والسيدة نفيسة، ورقدت السيدة فاطمة النبوية هنا والروح في البرزخ. ولكن الناس اللي هم سابوا حاجات في الحياة، الحاجات بتفضل وبتعيش بينها، بتعيش بينا وبنتعلم منها حاجات كتير. يعني يذكر عن السيدة فاطمة النبوية انه ابنها محمد الديباج، وده كان قمر من اقمار بني هاشم، وده ابنها من عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، نقل عنها انها اوسطهم بتوصيهم بقى، ومعاهم كل لهم ظروفهم الماديه تمام، يعني من ورثين من حسن المثنى، ورثين من عبد الله بن عمرو، اقول لك بدي يعني كان مؤخرها مليون دينار. فقالت لهم ايه بقى؟ يا بني ما نال احد من أهل السفة بسفههم شيئا، ولا أدركوا من لذاتهم شيئا، إلا وقد أدركه أهل المروءات بمروءتهم، فاستتروا بستر الله. يا حلاوتك يا جمالك. أفضلكوا تاني طبعا. يا بني ما نال أحد من أهل السفة بسفههم شيئا، ولا أدركوا من لذاتهم شيئا، إلا وقد أدركه أهل المروءات بمروءتهم، فاستتروا بستر الله. هذه هي فاطمة النبوية. شوف كمان هي كانت عندها ولد يسمى المحط الخالص، حتة ألماس. ليه؟ لأنه أمه من الحسين وابوه من الحسن، هو اول واحد المحض الخالص، دي معنى الكلمه. ده كان ابنها اللي هو من الحسنين، اول ولد يطلع كده، وطلعت بعد كده بقى زرتي، يعني جيناته من هنا ومن هنا، ما فيش حاجه من اي حته تانية. فسالوه لما صرتم افضل الناس، فبدون تفكير رد على طول، قال ان الناس كلهم أو كلهم يتمنون أن يكونوا منا، ونحن لا نتمنى.